يواصل اللبنانيون لملمة جراحهم التي أصابت البشر والحجر جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت. جراح لن تندمل سريعاً، فأعداد القتلى ارتفع إلى 154، فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض. أما الدمار فلا يزال مسيطراً على أكثر من نصف العاصمة اللبنانية. فكيف يبدو المشهد في لبنان اليوم؟ من بيروت مراسلتنا لاريسا عون تنضم إلينا الآن. لاريسا مساء الخير، كيف بدأ الوضع في شوارع بيروت وفي مستشفياتها أيضا بعد مرور يومين على هذه الكارثة، وعلى ما يبدو حراك واضح وراءك، أين أنت وما الذي يحصل؟ نعم، نحن في ساحة الشهداء ببيروت التي تحولت إلى غرفة عمليات لإدارة الأزمة من قبل آلاف المتطوعين اللبنانيين الذين توافدوا إلى العاصمة لتقديم العون والمساعدة لسكان بيروت المنكوبين والمتضررين من جراء هذا الانفجار. طبعا في غياب المبادرات الحكومية أو التقديم قصير من قبل الهيئات والأجهزة الرسمية، تبرز دائما المبادرات الفردية ويبرز العمل التطوعي. كنا نجول في كل شوارع بيروت المنكوبة، لا نجد إلا شباب وصبايا، طلاب مدارس، جامعات، كبار وصغار، يعملون دون كلل وملل على مساعدة هذه المدينة المنكوبة وسكانها. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني في موقع الانفجار بميناء بيروت، حيث تتواصل أعمال البحث والمسح والإنقاذ، خاصة أن ما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض. يستعين الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بخبراء وفرق بحث دولية وصلت إلى لبنان لهذا الخصوص، كما يصل فريق تابع للإنتربول متخصص بتحديد هوية الضحايا إلى لبنان في الساعات المقبلة للمساعدة بعمليات البحث. أكثر من 150 قتيلا حتى الساعة في حصيلة غير نهائية، فيما العمل جاري على رفع الأنقاض والبحث عن مزيد من ناجين عالقين تحت الركام جراء الانفجار. أكثر من 5000 جريح هي الحصيلة غير النهائية لهذا الانفجار. أكثر من 300,000 شردوا من منازلهم التي دمرت نتيجة هذا الانفجار. أشير أيضا إلى أن طائرات المساعدات العربية من الإمارات العربية المتحدة، من المملكة العربية السعودية ومن البحرين، وصلت اليوم إلى لبنان لتقديم مساعدات طبية عاجلة للبنانيين وهم بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف القاهرة. شكرا لك لاريسا عون مراسلتنا من بيروت. سنبقى في بيروت ونستقبل معنا رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي. دكتور زغبي، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية وتحديدا في غرفة الأخبار. يومان على هذه الكارثة كما تابعنا مع زميلتنا لاريسا، كيف واكبت فرق الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني هذه الكارثة، وهل من حصيلة جديدة أو أرقام جديدة لديكم؟ مساء الخير لكل المستمعين ولكل المشاهدين. صليب الأحمر اللبناني من أول لحظة نزل 75 فرقة على مكان وبقلب بيروت بعد الانفجار. نزلنا هالفرق، نحن نقلنا من أصل 5000، نحن نقلنا تقريبا فوق 1000 شخص مصاب ووزعناهم على المستشفيات.
زيادة على هالتوزيع هيدا بالإصابات كان عندنا مستشفيتين أصيبوا وكنا مجبورين نخليهم ونخلي المرضى، وهيدي كانت أصعب من إخلاء المصابين لأنه المستشفى كان في لها مثلا عدة طوابق وكان لازم ينزلوا بسرعة، ومرضى كتير يعني عندهم مرض أمراض، وخصوصي كان في قسم الكوفيد بأحد المستشفيات. صحيح. فإذا كان عندنا الإخلاء كمان، إحنا إخلينا بهيدا الوقت يعني بالفعل هالكارثة هيدي كانت كارثة كتير كبيرة بقوتها أول شيء بمفعولها يعني بالضرر اللي عملته، الضرر الكمي والضرر النوعي، منو هين أبدا الضرر الكمي والضرر النوعي. دكتور زغبي، أعلنت قيادة الجيش اللبناني قبل قليل في بيان لها أن الصليب الأحمر اللبناني هو المكلف حصرا بالتواجد داخل بقعة الانفجار لنقل الضحايا والمصابين. هل اعتمدت هذه الإجراءات دكتور زغبي منذ اللحظات الأولى للانفجار؟ هل كنتم كمتطوعين ومسؤولين في الصليب الأحمر لوحدكم في بقعة الانفجار؟ لا، بالأول ما كنا لوحدنا، كان في كتير فرق إسعاف وأنقاذ من قبل الدفاع المدني، من قبل الهيئات الغير مدنية إذا بدك، في ناس كانوا ليساعدوا بعملية الأنقاذ. شغلة كتير مهمة إنه تبين لنا إنه صار في كتير يعني مش قصة إنه فوضى، بس إنما نحن ما كان في تنظيم مثل ما يجب التنظيم، مشان هيك الجيش أمر اليوم أنه بس الصليب الأحمر بيكون، لأنه نحن عنا فرق أولاً فرق متخصصة، ونحن بنقدر نكون عند قد المسؤولية، وخصوصاً هلأ يعني هلأ اللحظات كلها تعد لحظات كتير مهمة. صحيح. والعمل لازم يكون عمل أول شيء موثق وعمل بروفيشنال. دكتور زغبي، ما الذي يؤخر باعتقادك عمليات انتشال المفقودين من داخل مرفأ بيروت؟ يعني حتى الساعة نستمع بعض الأهالي تناشدكم وتناشد بعض الجهات بالتحرك سريعا، باعتقادك في أسباب تؤخر ذلك؟ لك خلص وصل فرق عدة، ليك نحن يمكن بالاول ما كان فيها الفرق اللي متخصصه، انا هلا صار في فرق عالميه متخصصه وهلا ماشيين، بس منا سهل هيدا الانفجار، عم اقول لك منه سهل، مشان هيك ماشيين طبعا ماشيين بالاصول، يعني منا سهل ابدا مثل ما كل الناس بتفرق. صحيح. انفجار كتير كتير قوي هيدي كارثه، وهلا في عده فرق من عده دول متخصصه جدا وعم تشتغل. طيب، القطاع الصحي دكتور زغبي باعتراف من جهات دولية يعاني بشكل كبير الآن، كيف يمكن تخطي هذه الكارثة في ظل غياب المستلزمات الطبية الضرورية؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه المساعدات اللي تحتاجونها أن تساعد أو تكون كافية؟ أول شغلة، نحن يعني هالكارثة ما أجت على بلد مرتاح ماديا او مرتاح من ناحيه يعني مرتاح. اول شيء نحن عندنا مشكله كبيره انتم بتعرفوها من كم شهر، اقتصاديه، مشكله ماليه، يعني لبنان منهوك. وثانيا اجت الكوفيد انهكت الجسم الطبي وانهكت المستشفيات وانهكت العالم كله بهالبلد، واذ كمان هالكارثه. فاذا هالكارثه ما اجت على اذا بدك تقولي على مستوى مستشفيات مثل ما كان معهود بلبنان، او على جسم طبي او على جسم تمريضي، او على نحن عندنا بالمستشفيات مجهزه. طبعا اول شيء نحن شوك، خلص هلا نحن درنا اذا امتصيناه، اذا بدك الدفعه الاولى اللي صارت امتصينا الصدمه. بينما هلا شو عندنا المشكله؟ هلا نحن عندنا نقص بالمعدات، عندنا نقص بالادويه، عندنا نقص بالتجهيزات، وعندنا مستشفيات كبيره اثنين انضربت بدها ترجع تتعمر، لانه هيدا عندها اعداد منا هينه لتقدر نحافظ نحن على المستوى الطبي والعنايه المضبوطه. هيدي كلها ما فينا نعملها نحن ببلد مثل ما قلت لك ببلد تعبان اقتصاديا، ونحن بحاجه للمساعده، وهون قوه المساعده، وهون مش بس قوه المساعده، هون لزوميه المساعده ولزوميه التضامن. وهون عم نشوف نحن اخواننا العرب، عم نشوف العالم كله عم بيهتم فينا وعم يركض يساعدنا، ومشكورين من القلب.
نحن بحاجة للمساعدات الطبية. طبعا هالمساعدات لازم تكون مدروسة ولازم تكون نوعية ولازم تكون محددة. طبعا في دراسات نحن عم نعمل عم نطلب عطول طلبنا رح عم بيكون موسع لانه نحن بنعرف شو بحاجه. يمكن نحن نكون بحاجه لادويه معينه بادويه بنج بادويه وجع بادويه انتيبيوتيك حسب يمكن ما لنا بحاجه نحن لاشياء مثلا لغير امراض لانه بكون عندنا ستوكات. مش هيدي المشكله. ومن هنا ضروره التواصل بطبيعه الحال مع الصليب الاحمر اللبناني لتحديد هذه الاولويات. شكرا جزيلا لمداخلتك. الصليب الاحمر اللبناني هو نعم. شكرا دكتور أنطوان زغبي على مداخلتك. حضرتك رئيس الصليب الأحمر. بدي أشكر كل إنسان كل إنسان ساعدنا. شكرا. وصل بدي الشكر. بدي أشكر كل إنسان ساعدنا. شكرا جزيلا. شكرا لمداخلتك. كنت معنا من بيروت. أهلا.